النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر توقعات الحالة الجوية أو خطوط الضغط الجوية، التي تشير إلى تقريبا تواجد منخفض جوي 50. هذا المنخفض الجوي 50 متمركز كما تلاحظون إلى الشمال من الأراضي المصرية. هذه توقعات ليوم غد الأحد، حيث من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي. هذا المنخفض الجوي 50 يتوقع أن يتحرك تدريجيا باتجاه المملكة، ليؤثر عليها يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. كما تلاحظون هذه الحركة المتوقعة لهذا المنخفض الجوي 50، ويؤثر على المملكة بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين. المنخفض الجوي 50 هذا هو يعتبر منخفض جوي 50 متأخر، حيث تقريبا تنتهي فترة تأثيرات المنخفضات الجوية 50 في منتصف شهر أيار مايو شهر 5، ولكن في بعض السنوات تستمر المملكة بالتأثر بهذه المنخفضات الجوية 50 حتى بدايات شهر حزيران شهر 6. طبعا هذا المنخفض الجوي 50 مع حركته باتجاه المملكة يتوقع أن يجلب الارتفاع على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين على وجه التحديد. هذه توزيعات خرائط درجات الحرارة. اليوم السبت درجات الحرارة تقريبا حول المعدلات بشكل عام. غدا الأحد يتوقع أن ترتفع قليلا درجات الحرارة، ولكن كما نلاحظ فوق جمهورية مصر هناك ألوان داكنة حمراء تنم على الكتلة الهوائية الحارة المترافقة مع هذا المنخفض الجوي 50، حيث متوقع أن تؤثر على المملكة يوم الاثنين. كما تلاحظون تصبح هناك ارتفاع لافت على درجات الحارة، تصل درجات الحارة في بعض مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إلى أواسط الأربعينيات، وبالتالي الأجواء حارة للغاية في تلك المناطق. أيضا ربما تكون مغبرة الأجواء في بعض المناطق، وتتراجع درجات الحارة بشكل لافت اعتبارا من يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. بالعودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، فالأجواء بوجه عام تكون صافية، ودرجة الحرارة 16 درجة مئوية. تميل الأجواء هذه الليلة للبرودة قليلا، خاصة في ساعات الليل المتأخرة وخاصة فوق المرتفعات الجبلية، وبالتالي يستلزم ربما في ساعات الليل في الجلسات الخارجية يعني معطف خفيف أو بعض الملابس التي تكون أكثر ثقلا من ساعات النهار، نظرا لبرودة الأجواء قليلا في ساعات الليل المتأخرة. توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام القادمة، فكما نلاحظ أنه يوم الأحد 27 إلى 20 يعني درجات حرارة تقريبا حول المعدلات يوم الأحد. الأجواء نستطيع القول بأنها ربيعية بشكل عام في ساعات النهار، مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية. ارتفاع ملموس على درجات الحرارة توقع يوم الاثنين بالتزامن مع تأثر المملكة بالمنخفض الجوي 50. درجة حرارة في العاصمة عمان تصل إلى 33 درجة مئوية وربما أكثر. الأجواء مغبرة بعض الشيء، وأيضا خماسينية بشكل عام في ساعات الليل 20 درجة مئوية مع بقاء الطقس مغبر بعض الشيء. ويوم الثلاثاء تتراجع درجات حرارة 29 درجة مئوية في ساعات النهار وصغرى 17، وظهور بعض السحب والغيوم. نستعرض الآن سوية درجات الحرارة المتوقعة العظمى ليوم الأحد والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، ونبدأها في المناطق الشمالية من المملكة. في إربد 29 إلى 20، في جرش 30 إلى 21، في عجلون 27 إلى 20، وفي المفرق من 31 إلى 20 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الوسطى من المملكة، في العاصمة 27 إلى 20، في السلط 27 إلى 21، في مأدبة من 28 إلى 19، 34 إلى 27 في البحر الميت، و 31 إلى 21 درجة مئوية في الزرقاء. المناطق الجنوبية من المملكة تكون في الكرك 27 إلى 20، في الطفيلة 27 إلى 21، في الشوبك وجبال الشرام 25 إلى 20 درجة مئوية، في معامل 32 إلى 23، ترتفع في خليج العقبة إلى 38 درجة مئوية في ساعات النهار يوم الأحد، والصغرى ليلا 29 درجة مئوية. ختام هذه النشرة في المناطق الشرقية المملكة، في رويشة 35 إلى 20، في الصفاوي 34 إلى 21، وفي الأزرق من 35 إلى 21 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية المتوقعة خلال 48 ساعة القادمة. تفاصيل أوفى عن الحالة الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع تجدونها في النشرة الجوية الأسبوعية. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية.
بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.